مع أنها تأخر كتير مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، بس بالنهاية أعلن تطبيق تيليجرام عن إضافة ميزة القصص أو الستوريز. إضافة هالميزة بحسب الرئيس التنفيذي لتيليجرام إجت نتيجة الطلبات المتكررة من المستخدمين يلي بيوصل عددهم ل 700 مليون مستخدم، على الرغم من أنه كان معارض جدا لإضافة الستوري بالتطبيق. المهم ستوريز تيليجرام رح تشتغل بنفس آلية الستوريز بباقي تطبيقات السوشيال ميديا، ورح يقدروا المستخدمين يحددوا مين يلي بيقدر يشوف هالقصص ومين لا، وكمان مع إمكانية تعديل الصور ومقاطع الفيديو وإضافة جمل وعبارات وروابط. هالستوريز ممكن يتم التحكم بموعد انتهاء صلاحيتها من 6 ساعات ل 48 ساعة، وكمان ممكن تبقى على الملف الشخصي مثل هايلايتس بالإنستغرام.